خلينا ناخذ اكزامبل ثاني لرسم الفيس بورتريت بالايزو كلاين ميثود، اللي هو الاكزامبل اوف بندلم وذاوت فريكشن اللي قدامكم. اكس 1 دوت ايكوالز اكس 2، اكس 2 دوت ايكوالز ماينس ساين اكس 1. حتى نرسم بالايزو كلاين، اول شيء نوجد السلوب اللي هو الفا ايكوالز اكس 2 دوت اوفر اكس 1 دوت اللي هي هاي. ثم نجد الايزو كلاين اللي هو اكس 2 من هذه معادله السلوب equals sin x1 على الفا minus 1 على الفا sin x1. ونبدي نرسم الايزوكلاينز with different values of الفا كما موضح بالرسم. فهنا انا عندي sin wave مختلفه الامبليتيود لانه اختارينا different values of الفا. فكل مره ارسم بيها الايزوكلاين اكيد مثل ما تعلمنا بنرسم small segments او خطوط مستقيمه ميلانها يساوي الفا. يعني إذا اختاريت ألفا مثلاً ناقص ربع فرح يكون عندي خطوط قصيرة ميلانها يساوي ميلان خط مستقيم مائل بناقص ربع، وهذه الخطوط أرسمها على هذا الكيرف اللي اختاريت لألفا ناقص ربع وتكون متوازية كلها. بعدين أعيد العملية لأكثر من آيزوكلاين حتى أتمكن من استنتاج التراجكتري شيب باستخدام الايزوكلاين ميثود. ابدي في منطقه قريبه والاحظ انه السلوبس والايزوكلاينز راح تقودني الى رسم هذا التراجكتري اللي هو اليبتيكال كلوزد كيرف، ناتج عن انه هذا السيستم اللي هو فريكشنليس بندلم راح يدور في، اذا بدينا بانيشال كونديشن بهاي المنطقه راح نلاحظ انه راح يهتز البندلم بشكل مستمر دون توقف، يعني واللي يمثل لي الفيس تراجكتري على شكل كلوزد كيرف واللي هي المارجنال ستيبلتي اللي حكينا عنها. هسه اذا اريد نرسم الفيس بورتريت مثلا باستخدام الفيكتور فيلد راح نلاحظ نفس النتيجه، يعني بس احنا هنا مثلا اذا اريد نرسمه بشكل اوضح راح نرسم الفيس بلين ونحط عليه النل كلاينز. الاكس 1 نل كلاين هو جاي من معادله اكس 1 دوت تساوي صفر واللي تنطيني x2 تساوي 0. يعني شنو؟ يعني كل x2 تساوي 0 فمعناتها لا يوجد عندي ارتفاع، معناتها فقط x1 اللي هو الخط الافقي of x1 هذا هو x1 null climb. بالنسبه لل x2 null climb هو عباره عن sin x1 equals 0، فالناتج راح ينطيني كل قيم x1 اللي تحقق sin x1 0 معناتها x1 تساوي 0. يعني الاكسس اوف اكس 2 اللي يبقى لما اصفر اكس 1، وكذلك اكس 1 تساوي 3.14 او باي وماينس 3.14 او ناقص باي ومضاعفاتهم طبعا. هذه تنطيني الاكس 2 نال كلاينز. هنا لما نقاطعهم اكس 1 نال كلاين مع اكس 2 نال كلاين راح نلاحظ عندي اكوليبريوم بوينت هنا وهنا وهنا. وراح نشوف كل ما نكبر الفيس بلين راح نلاحظ وجود نال كلاينز اخرى من مضاعفات الباي، وتكون عندي نمبر اوف اكوليبريم بوينتس. زين، تشوفون هذا الفيكتور فيلد المرسوم قدامكم. طبعا الفيكتور فيلد بالمناطق هذه اللي هي مقسمه حسب النال كلاين هي اتجاهاتها تختلف من منطقه الى اخرى، تتغير اتجاهها، ويكون الفيكتور فيلد افقي اذا نعبر اكسترنال كلاين. اذا تلاحظون هنا وهنا هذا اكسترنال كلاين، هذا اكسترنال كلاين، هذا اكسترنال كلاين، تكون الحركه افقيه. وبالنسبه للاكس 1 نال كلاين هذا الحركه تكون عموديه للاعلى او للاسفل، واتجاه الحركه هنا مائل للانخفاض وهنا مائل الى شكل هوريزونتال او نوعا ما الى الاعلى نزول وهكذا. زين، إذا ردنا نرسم الفيس تراجكتوريز من different initial conditions راح تطلع لي، شوفوا هاي الخطوط الملونة هي عبارة عن أو الكيرفز الملونة عفوا هي تراجكتوريز بادية من different points أو different initial condition. مثلا إذا بديت من راح أحصل على تراجكتوري يتبع الفكتور فيلد ويمشي بهذا الشكل، وإذا بديت بهاي النقطة راح أحصل على تراجكتوري ايضا يكون اتجاه بهذا الشكل، واذا بديت من منطقه حول الاكوليبريوم بوينت او اقرب للاكوليبريوم بوينت راح احصل على سيركولار كيرف لايك ذس،
وهكذا. يعني راح يكون مجموعة الفيس تراجكتوريز هذه اللي تنطيني الفيس بورتريت للسيستم اللي هو البندلم without friction بهذا الشكل. تشوفون انتم طبعا هنا اذا اكبر البلين راح تلاحظون اكو بهاي المنطقه اكوليبريوم بوينت وبهاي المنطقه اكوليبريوم بوينت، وهنا ايضا اكوليبريوم بوينت، هنا ايضا اكوليبريوم بوينت. تشوفون انه هاي الاكوليبريوم بوينت هي سنتر، بينما هاي الاكوليبريوم بوينت كل ال يعني مدى تقترب من ادوار مدى تهرب كانه سدل، هنا سدل وهنا سدل. ف نوع الاكوليبريوم بوينت بهذا السيستم اللي هو several equilibrium points عندي او many equilibrium points تعتمد على الموقع، انه مره سنتر مره سادل وهكذا. هذا هو الفيس بورتريت لهذا النون لينير سيستم، اللي انطاني معلومه انه يعني locally كيف يتصرف السيستم حول الاكوليبريوم بوينت، وبالنتيجه نقدر نستنتج الاستابيليتي للسيستم اذا قدرنا نستنتجها من خلال تصرف السيستم حول الإكوليبريوم بوينت اللي احنا بدنا نشتغل بيه بديش المنطقه هنا. زين، طبعا من خلال هاي الملاحظات او من خلال هاي الامثله نستنتج انه التصرف النون لينير سيستم احنا نقدر نستنتجه بشكل لوكال، يعني في منطقه معينه باستخدام linearization حول الإكوليبريوم بوينت. لأن احنا لاحظنا انه حول الإكوليبريوم بوينت تصرف النون لينير سيستم يشبه تصرف لينير سيستم معين، لذلك احنا نقدر نسوي لينيرايزيشن للسيستم حول هاي النقطة اللي هي الإكوليبريوم بوينت، ونقدر نتعامل ويا السيستم حول هاي النقطة، هاي المنطقة الصغيرة او النيبرهود المختارة. نقدر نتعامل ويا السيستم الجديد اللينيرايزد اللي هو لينير فيرجن اوف ذا سيستم فقط في هاي النيبرهود، ونقدر نشتغل عليه على شرط انه نبقى ضمن المنطقه، ويكون هو طبعا ابروكسيميتد سيستم اللي تصرفه يكون قريب من لينير سيستم. وطبعا البرتربيشنز اللي يتعرض لها السيستم من خلال خلينا نقول تغيير البارامترز، التغيير الطفيف يخلينا احنا هاي يعني عمليه اللينيرايزيشن اذا كان عندي سمول بيرتربيشن او هاي بيرتربيشن راح ياثر نوعا ما على الحل اللي احصل عليه، لانه مثلا المصفوفه اي اللي احصلها اذا كان سلايد ديفرنس عندي اللي هو دلتا اي اكيد راح تنطيني نوعا ما سمول بيرتربيشنز، وهذه راح ياثر على شنو؟ على الايجن فاليوز اللي راح تطلع، وبالنتيجه راح تاثر ربما على نوع الاكوليبريوم بوينت اللي راح تطلع. فالايجن فاليوز فور ماتريكس اكيد تعتمد على البارامترز اللي نتجت لهذه اللي جاي من هاي الماتريكس، والماتريكس هي عباره عن بارامترز جاي من البارامترز اوف ذا سيستم، فتغيير البارامترز ولو بشكل طفيف راح ياثر على موقع الايجن فاليوز. طبعا اذا كانت الايجن فاليوز فار بوزيتيف او فار نيجاتيف فهاي السمول بيرتربيشنز يعني راح تدفعها بشكل طفيف لليمين قليلا لليسار قليلا، ولكن راح تبقى بنفس الجهه، يعني حتبقى بوزيتيف او تبقى نيجاتيف اذا كانت نيجاتيف. وخلينا نقول الاستابيليتي اناليسيس او كاركترستيك للسيستم ما راح تتغير بشكل دراماتيكالي، يعني لهذا السمول بيرتربيشنز ما تاثر على الاوفر اول بيهيفير اذا كانت الايجن فاليوز خلينا نقول بوزيتيف نيجاتيف خلينا نقول في مكان يعني بعيد الى حد ما. لكن اذا كانت الايجن فاليوز على الجي اوميجا اكسس يعني ايماجينري ذاك الوقت احنا اي بيرتربيشن مثل ما قلنا بالمحاضرات اللي فاتت راح يؤدي الى انه تندفع الايجن فاليوز يا اما نحو اليمين او نحو اليسار. فاكيد السيركولر شيب اللي شفناه بالفيس بورتريت راح يصير يا اما يحول السيستم، طبعا تغير الفيس بورتريت يتحول الى ممكن يكون طبعا انستابل نود، يتحول الى انستابل نود، او قد يتحول الى انستابل طبعا فوكس. ليش؟ لانه الساين بهاي الحاله لما يكون عندي بيرتربيشن وتكون عندي
الايجن فاليوز على الايماجينري، اي بيرتربيشن يغير الماتريكس اي راح يخلي الايجن فاليوز تتحرك لو لليمين لو لليسار، اي انه اشارتها راح تاثر تتغير وبالنتيجه حتاثر على البيهيفير العام للسيستم وتحوله الى ستيبل او انستيبل. اذا السمول بيرتربيشنز بالنسبه للايماجينري اكسس ايجن فاليوز تاثر بشكل كبير، ولكن اذا كانت بوزيتيف او نيجاتيف اذا كانت البيرتربيشن قليله فما راح تاثر بشكل دراماتيكي على تصرف السيستم. لهذا النود او السادل بوينت او الفوكس تبقى مثل ما هي كشكل under small perturbations، لكن السنتر equilibrium point تتغير وتتحول الى شكل اخر ونوع اخر حسب ال perturbation اللي دخلت على السيستم. زين، احنا بالنسبه لنا هسه حاليا راح ننتقل من الفيس بلين اناليسيس اللي استفادينا منها وفهمنا بفهم كيف يتصرف السيستم خاصه حول الايكوليبريوم بوينت، واصبحت الايكوليبريوم بوينت إلها نوع وإلها اسم بالاعتماد على الايجن فاليوز اللي حددت لي هي والايجن فيكتورز الشيب اوف ذا فيس بورتريت، وهذا كله خلى انه الستابيليتي اوف ذا سيستم تتحدد. فعندنا احنا مثلا بهذا الجدول ومختصر للي استنتجناه انه اذا كانت الايجن فاليوز زيرو less than zero نحصل على stable node، إذا كانت positive نحصل على unstable node، إذا كانت واحدة positive واحدة negative saddle و focus stable أو unstable حسب ال real value alpha. وطبعا إذا كانت على imaginary فهي center. هاي المعلومات إحنا رح نستفيد من إدها حتى نشتغل باللينيرايزيشن اللي قلنا عليه، اللي هو إحنا ناخذ السيستم non-linear نحول الى سيستم لينير في منطقه الايكوليبريوم بوينت اللي نختارها، وبحيث يطلع لي بهذه المنطقه لينير سيستم جديد اللي هو مشتق من النون لينير سيستم الاصلي، ولكن يعمل فقط في منطقه الايكوليبريوم بوينت اللي اخترناها. واذا حصلنا هذا السيستم الجديد اللي هو لينير احنا نقدر نطلع ماتريكس A ونطلع الإكوليبريوم بوينت ونوعها بالاعتماد على الإيجن فاليوز مال هاي الماتريكس وهكذا. زين، إذا إحنا نقدر ندرس بهاي الطريقة اللي هي لينيرايزيشن الستابيليتي حسب نوع الإيجن فاليوز اللي تطلع لي من اللينيرايزيشن ميثود اللي طلعت لي ماتريكس A مثل ما راح نشوف حالا. كل هاي الحالات اللي تطلع لي بها الإيجن فاليوز سواء كان real او complex تنطيني الانواع اللي نعرفها، لكن الحاله الوحيده اللي ما يفيدني بها linearization او ما ينطيني اي indication حول الستابيليتي هي لما يكون ال eigen values للسيستم linearized الجديد طلع لي imaginary. اذا طلع لي بهاي الحاله انا ما اقدر استنتج السيستم هو stable او unstable، يعني الاسيمبتوتيك stability او stability أو الـ instability تتحدد إذا كانت الـ nodes أو الـ critical points أحد الأنواع الخمسة أمامكم. إذا أجاني النوع السادس هذا بعد الـ linearization أنا ما أقدر أحكم على الـ equilibrium point، هل هي stable؟ هل هي unstable؟ أوكي، فالـ critical point بهاي الحالة يعني حيكون الاستنتاج مالتها غير مجدي، يعني فالـ linearization نقول عليه fails، يعني فشل الـ linearization بتحديد الستابيليتي لهاي الايكوليبريوم بوينت بعد ما للسيستم هذا اللي سويناه لينيرايزيشن وطلعت لي هاي النتيجه. اوكي، هسه اذا احنا ايش راح نسوي؟ راح نستخدم طريقه اللينيرايزيشن حتى نحول النون لينير سيستم الى لينير في منطقه تحيط بالايكوليبريوم بوينت المختاره، ونستنتج من اللينير سيستم الجديد هذا كيف يكون تصرف السيستم من اللينير الأصلي بهاي المنطقة عن طريق إيجاد ماتريكس A والإيجن فاليوز، ونستنتج الإكوليبريوم بوينت نوعها بهاي الطريقة. زين، طبعا اللينير سيستمز مثل ما قلنا سابقا ومثل تعلمنا أنه إلها isolated equilibrium point وحيدة أو set من الإكوليبريوم بوينت إذا كانت مثل ما شفنا example مرة بإحدى المحاضرات اللي فاتت
كانت في حالة الـ determinant of A equals zero. بهاي الحالة راح يكون عندي access كامل من الـ equilibrium. أما non-linear system فأني هاي طبعاً linear system عندي low isolated وحدة low set non-isolated. ولكن بالـ non-linear system عندي multiple isolated equilibria, يعني عندي مجموعة أو واحدة أو أكثر من الـ equilibrium points ومعزولة ومناطق متفرقة. وهذا الشيء احنا عرفناه من المحاضرات السابقة. طبعا لما يكون عندي نون لينير سيستم اريد ارسم له الفيس بورتريت مثل ما شفنا قبل شويه بالبندلام. اذا عندي اكثر من نقطه او اكثر من كريتيكال بوينت او اكوليبريم بوينت راح اشوف انه الفيس بورتريت حول كل نقطه ينطيني شكل مختلف عن النقطه الاخرى. فالتراجكتوريز تتاثر بالاكوليبريم بوينتس اللي تمر بيها, يعني تغير اتجاه الحركة ويتغير طبيعة السيستم حسب الموقع اللي يمر به التراجكتوري بالفيس بلين مروراً من يعني من equilibrium point إلى أخرى. وهذا الشيء يعني ينطيني في chaotic appearance للفيس portrait ما إلى شيء موحد. لهذا السبب إحنا قلنا يعني هاي نتيجة من النتائج اللي توصل إنه non-linear system نقدر نستنتج منها المعلومات locally, لأن كل equilibrium point يتصرف السيستم حولها بشكل يختلف عن الأخرى. وإذا نأخذ الصورة الكبيرة راح نلاحظ أنه face portrait أو trajectories ينحرف اتجاهها مثل شلون الدوامات اللي بالنهر. كل ما اقتربنا أو ابتعدنا من equilibrium أو اقتربنا من أخرى أو بالعكس. زين, اذا نوع الاكوليبريم بوينت وبالنتيجه الاستابيليتي للاكوليبريم بوينت نقدر نحسبها لوكالي في منطقه محيطه بالاكوليبريم بوينت بالفيس بلين. وطبعا هذا التصرف النوعي او الكواليتاتيف بيهافير السكند اوردر نون لينير سيستم. اذا احنا نقدر اذا نريد جلوبال بيهافير نشوفه, يعني نشوف شلون يتصرف السيستم بالفيس بورتريت بشكل globally, يعني ناخذ خلينا نقول منطقه كبيره بها هواي equilibrium point او بها اكبر عدد من equilibrium point, نقدر نرسم الفيس بورتريت بالكمبيوتر بروجرامز. ولكن اذا عندنا منطقه صغيره احنا نقدر ندرس السيستم بها بس تهمنا محيطه بنقطه واحده من نقاط الاكوليبريم بوينت, اقدر اني استفيد من اللينيرايزيشن واعرف طبيعه السيستم وكيف يتصرف وشنو الاستابيليتي لهذا السيستم او لهاي الاكوليبريوم من خلال اللينيرايزيشن. يعني احنا عندنا يا اما نفهم تصرف السيستم النون لينير السكند اوردر جلوبالي باستخدام الفيس بورتريت اللي نرسمه بالحاسوب ببرامج الحاسوب حتى يشوفنا اكبر منطقه من الفيس بلين, او اذا اردنا لوكال مو جلوبال نستخدم اللينيرايزيشن بالنقطه اللي او بالمنطقه اللي احنا مهتمين